بعيداً عن أجواء الصيف الحارة، تزدحم شواطئ راس لانوف التي أنعشت زائريها، إذ استغل هؤلاء الشباب هذا المكان لإقامة ملعب لكرة الطائرة الشاطئية وبمجهودات ذاتية ومتواضعة. وقمنا بمجهودات ذاتية بإنشاء ملعب طائرة في شط البحر، وتمنى من الجهات المختصة أن تقوم بجعل مكان مناسب في هذه النوع من الرياضة. والشباب كيف ما تشوفوا قاعدين يلعبوا كل عشية كل يوم، فكي في فصل الصيف نقوم بإنشاء ملعب ونجو كل يوم. يفتقر شباب المدينة لملعب رسمي للكرة الطائرة، الأمر الذي جعل منهم يوجهون نداء إلى الجهات المسؤولة ليتوفر لهم ملعبا يليق بجمال هذا المكان. والله الأجواء كويسة في راس لانوف في فصل الصيف، وفيه نشاط على البحر وفيه دوريات والأمور كويسة الحمد لله، والموضوع كله مجهود ذاتي، ما فيش أي دعم من أي جهة يعني رسمية، ولكن إن شاء الله ربي يوفق الجميع إن شاء الله. العديد من الشباب والأطفال وأولياء الأمور يلتقون على رمال هذا الشاطئ لمشاهدة هذه الأجواء الرياضية الممزوجة بنقاء البحر، معبرين عن مدى سعادتهم وتفاؤلهم في أن يكون لديهم ناد خاص بهذه اللعبة. Thank you.